محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المختلفة، أبرزها مدينة بور فؤاد أعلنت انتهاء أعمال صيانة كوبري النصر العائم، بالإضافة إلى افتتاح 3 مساجد في محافظة بني سويف بتكلفة وصلت ل7.5 مليون جنيه. كمان في أسيوط ففي 300 فرصة عمل جديدة ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ومطار مرسى علم الدولي بيستقبل 152 رحلة طيران أوروبية، وأخبار تانية هنشوفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن مدينة بور فؤاد أعلنت انتهاء مسؤولي هيئة قناة السويس من أعمال صيانة كوبري النصر العائم لخدمة حركة انتقال المواطنين من مدينة بور فؤاد لبورسعيد والعكس، ومنع التكدس والازدحام وتحقيق التكامل المطلوب مع محاور العبور المختلفة عبر القناة. شهدت محافظة بني سويف افتتاح 3 مساجد بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه إحلال وتجديد في مراكز ومدن بني سويف وناصر وسمسطة، وده في إطار خطة وزارة الأوقاف اللي بتنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله. أعلنت مديرية العمل بأسيوط توفير 300 فرصة عمل للشباب بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم وتحقق لهم حياة كريمة، منها 100 نجار مسلح و100 حداد مسلح و100 عامل مساعد، وده ضمن خطة توفير فرص عمل واعدة للشباب وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل. بيستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة 152 رحلة طيران دولية تصل من 12 دولة أوروبية، وبيتم تسهيل إجراءات وصولها لإفادهم للفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة في مرسى علم لقضاء أجازتهم. شهدت محافظة القليوبية التشغيل التجريبي لمبنى الرعايات الجديد بمستشفى حميات بنها بعد تطويره الشامل بتكلفة وصلت 20 مليون جنيه لافتتاحه رسمياً خلال الفترة المقبلة، وبيعد هذا المبنى إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وصمم ليكون مركز متكامل للرعاية الصحية المتخصصة وبيضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. شهدت سماء الأقصر تحليق 44 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 850 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصريين، وده على الرغم من الموجة شديدة الحرارة، وانطلقت الرحلات تباعاً من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر مع اللحظات الأولى لشروق الشمس على شكل مجموعات متتالية. أعلنت مديرية الصحة بدمياط إطلاق قافلة طبية لفحص المواطنين بالمجان ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان جديد، وتضمنت القافلة 11 عيادة متنقلة بواقع 9 تخصصات طبية متنوعة، بالإضافة لمعملين تحاليل ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وتم فحص 1266 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان. أكدت محافظة المنوفية أنه تم تمويل 235 مشروع على مستوى المحافظة بإجمالي 5,628,000 جنيه حتى الآن، وده في إطار التعاون المشترك بين صندوق التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بمختلف المجالات الإنتاجية، وده لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة لتحقيق البعد الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات القروية. أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت بدءاً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وبيتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة في أماكن مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فتح باب قبول التظلمات للدفعة الثانية من المعلمين الجدد، كما اختتمت لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مهمها في إجراء الاختبارات الإلكترونية وأيضاً اختبارات مهارات استخدام الحاسب الآلي والمقابلات الشخصية لموجهي عموم التعليم العام ووظائف تنسيق الخدمات ووظائف تنسيق التعليم الفني.